اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه تقرير مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل مشجعي النادي الاهلي. النهارده عندنا تقرير مهم من داخل البيت الكبير، من داخل النادي الاهلي. سيده عظيمه، سيده بتجتهد علشان ولادها، عشان والدتها، عشان جوزها، عشان كل حاجه. الحقيقه مثال للسيده المصريه اللي دايما بننظر لها بفخر واعتزاز. أم خالد هتكون معانا النهاردة، هي مشجعة أهلاوية. أنا شفت الفيديو الحقيقة أنا ومجموعة العمل على جريدة الوطن أو فيديوهات جريدة الوطن، وكانت بالنسبة لنا لحظات مؤثرة جدا اللي بنسمعها. قد إيه هذه السيدة الجميلة كانت بتشوف شغلها وبتشجع النادي الأهلي في نفس الوقت. فحاولنا أو هنحاول خلال اللحظات القادمة إن هي تكون مبسوطة ولو يعني بجزء بسيط جدا جدا بوجودها داخل البيت الكبير النادي الأهلي، من خلال إن هي تبقى موجودة معانا في هذا اللقاء اللي هاخده أنا وهي، وبعد كده هنطلع بقى نتفرج على كل معالم النادي الأهلي. إزيك يا أم خالد؟ إزي حضرتك يا كابتن؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله في كله تمام؟ نعم الحمد لله. وحشانة جدا. ده أولا ربنا يخليك. اتفرجنا على الفيديو اللي أنت كنت عاملاه على جريدة الوطن أو على فيديو جريدة الوطن، وساعدنا بالكلام، سعدت جدا الحقيقة، وكل الأهلاوية ساعدوا بهذا الكلام. ربنا يخليك. وبنحاول على قد ما نقدر إن أنت تكوني معانا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي داخل البيت الكبير النادي الأهلي. يعني فخر ليا طبعا إن أنا أبقى ظاهرة موجودة معانا، إن أنت موجودة معانا. اتفضلي. فخر ليا طبعا ان انا ابقى موجوده في قناه النادي الاهلي ومع حضراتكم. ربنا يخليك يا ام خالد. ربنا يخليك. يعني اولا احكي لنا انت بتشتغلي ايه وايه الوضع والدنيا عامله ازاي، والنادي الاهلي بيمثل ايه بالنسبه لك؟ بيمثل حاجات كتير. حاجات كتير بالنسبه لي، يعني ببقى شغاله بالتروسيكل بالانابيب، ولو في ماتش الساعه 3 مثلا اروح واقفه على نص القهوه. ابص على النتيجه، لو انا مخلصه بقعد اكمل بقيه الماتش. انت بتشتغلي بتغيري انابيب، بتبيعي انابيب؟ بوديها لحد البيت. بوصلها لحد منطقه ايه بقى؟ منشيه البكاري. في منشيه البكاري في الهرم. في الهرم منشيه البكاري. عند في المربع بقى اللي احنا فيه، عند رسلان والحتت دي، في البلد عندنا، في كل حته. انا في اي حته حد يرن عليا وبروح له في اي حته. وتروحي وانت اللي بتطلعي لهم الانابيب؟ مش شغلانه صعبه؟ طبعا صعبه. مفيش حاجه بالسهل طبعا. ربنا يديك الصحه. بس هو بقى اكل العيش بقى. اكل العيش. ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. عندك كام ولد يا ام خالد؟ عندي خالد وسعيد وحبيبه. خالد وسعيد وحبيبه. ربنا يخليهم لك. كلهم اهلاويه؟ كلهم. كلهم. ووالدتك اخبارها ايه؟ ده متعصبه اكتر مني. لا والله. والله. مش كنت جبتيها معاكي؟ ربنا يديها الصحه بس. ربنا يديها الصحه. عشان هي تعبانه. رجليها، تلاقي رجليها. ربنا يديها الصحه. ربنا يديها الصحه. هتوقع على رجليها بس، ومركبه شرايح ومسامير، والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. في العربيه بتاعت البرسيم اللي هي كانت بتركبها دي. كانت بتركب عربيه برسيم؟ كانت بتوزع برسيم يعني. بتوزع البرسيم برضو على البيوت. فوقعت على رجليها، فلا مؤاخذه العربيه بتاع الحمار دست على رجليها. من شهر 12. ايوه. مركبه شرايح ومسامير ولسه لحد دلوقتي ما تتحركش، قاعده في البيت على السرير. ربنا يقوى بالسلامه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يقوى بالسلامه. قولي لي يا ام خالد، يعني لما سمعتي ان النادي الاهلي بيستضيفك هنا في البيت الكبير، يعني احنا دايما بنسمي النادي الاهلي. بقيت ماشيه في الشارع مبسوطه. اتبسطتي؟ اول ما جال الرقم ورن عليا وبيقول لي عايزين نقابلك في قناه الاهلي. اتبسطت جدا. ايوه. وبقيت داخله على والدتي، قلت لها اسكتي. مش انا رايحه الاهلي؟ قالت لي يا شيخه. قلت لها والله رنوا عليا. رنوا عليا واستضافوني. اول مره تخشي النادي طبعا. اول مره. مبسوطه ان انت موجوده جداً في النادي الاهلي؟ جدا. انت طول عمرك مبسوطه. وملك وكتابه بتفرج عليها اثنين وخميس كمان، بستناها اثنين وخميس بتفرج عليها. وايه تاني؟ وتتفرجي على كل البرامج يعني. وحضرتك الساعه 11. والله بفضل قاعده لحد ما بيخلصوا كمان. ايوه. بتصحي امتى الصبح بقى؟ حسب بقى، الساعه 8. على حسب الشغل اللي عندك. طيب، الماتشات اللي انت بتحبيها للنادي الاهلي بيتفرج او انت بتتفرجي فيها على النادي الاهلي، اكتر ماتش معلق في دماغك ايه؟ كتير، بالذات بتاع ابو تريكه. بتريكا ايه، الصفاقسي؟ بتاع الماتش اللي هو جه في اخر دقيقه ده. اللي جاب الجون بشماله. الدنيا اتقلبت. كنت فين انت ساعتها؟
كنت موجوده في بيت ابويا بقى، تتفرجي على بيت ابو في البيت عند الحاجه. لسه ما كنتيش نزلت اشتغلتي؟ لا لا، كنت موجوده بموالدي الله يرحمه برضو. كان بيبيع يعني بطيخه كده، وكنت بنزل معاه. كان برضو معايا عربيه اهلاوي برضو الله يرحمه. الله يرحمه. انتوا بيت كله اهلاوي؟ كلنا اهلاويه والله، العيله كلها اهلاويه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الماتش ده بيفكرك بايه، او يعني عملت ايه ساعتها لما ابو تريكه جاب الجون ده؟ الدنيا اتقلبت. وعايز اقول لحضرتك، احنا لما بناخد بطوله عيالي بيقعدوا يزنوا على لازم تعزمينا على حاجه. والله لازم تعزمينا يعني. انت مش الاهلي كسب، مش انت قلت لو كسب وخد بطوله هيعزمكم؟ لازم تعزمينا. وبتعزميهم؟ وفعلا بعزمهم. بتضحكي عليهم؟ لا بعزمهم. بعزمهم والله. بجيب لهم في البيت يعني حاجات اللي هم عايزينها. اتفرجتي على ماتش القضيه ممكن، اللي هو الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ كنت واقفه على حيلي. كنت بتتفرجي عليه في الشارع؟ كنت واقفه على حيلي. كنت واقفه. بص، ما قلتش لحضرتك، اي ماتش للاهلي وبيبقى صعب دماغي دي بتنفجر، واقسم بالله دماغي بتصدع. لدرجه عندنا في البيت يقعدوا يقولوا لي يخرب بيتك هيجري لك حاجه. هم يعني يدوك ايه؟ قلت لهم مش عايزه حاجه. انا لو كسبوا انا اللي هجيب لكم. لا والله انا اللي هجيب لكم، انا مش عايزه من حد حاجه، انا هجيب لكم انا. يعني يعني حب النادي الاهلي ده. يقولوا لي هتجيب لنا يعني حاجه ساعه؟ اقول لهم هجيب لكم حاجه ساعه. تجيب لهم حاجه ساعه؟ اجيب لكم. بتجيب لهم دايما؟ بجيب. بسم الله ما شاء الله، الاهلي بيخليك تدفعي كتير. طبعا. امال ايه؟ جدا. عشان بيكسب بطولات كتير. طبعا يعني. طبعا. ربنا يحفظهم. بس بتبقي مبسوطه؟ انا سمعتك ربنا بتقولي ربنا يحفظهم يا رب، وال11 جايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. باذن الله. متابعه مين اكتر، او يعني شايفه مين افضل لعيب من اللي موجودين، او اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يعني قبل الجيل اللي فات؟ ما نتكلم عن الجيل اللي فات. كلهم ربنا يبارك لهم. مجدي قفشه. ومحمد شريف، والشناوي طبعا. النجم بتاعنا الشناوي. تحب الشناوي؟ ايوه طبعا، النجم بتاعنا. زعلتي لما اتصاب؟ جدا. ايوه زعلت طبعا. بس علي لطفي برضه جون كويس. ايوه جدا. ربنا يبارك له. برضه صد كورتين امبارح الحمد لله. اتفرجتي على ماتش امبارح برضه؟ ايوه. امال ايه؟ وانت ماشيه؟ بس الشوط الثاني بقى كنت روحت. روحت؟ لانه كان بدا 5:30، كنت لسه ما روحتش. بس لحقت بقى الشوط الثاني في البيت. زعلانه من اداء الاهلي امبارح، ولا مبسوطه، ولا المهم النتيجه ويحلها الف حلال لما الماتش التاني؟ لا طبعا، احنا في متوشه بتزعلنا. في متوشه بتزعلنا؟ بتزعلنا، لان بيبقى بايدينا المكسب واحنا اللي بنضيعه. بيبقى في ايدينا يعني نكسب، وبيجينا فرص سهله جدا. يعني فرص مننا للجون وسهله ونضيعها، بتزعل. زعلتي على الدوري السنه اللي فاتت طبعا. ولا كان بقى 6 7 بطولات قبلها فكنت زعلت طبعا، بس هو الاهلي بيفرحنا على طول، واحنا مستنيين اللي جاي ان شاء الله يبقى احلى. وزعلت طبعا على السوبر جدا. وعلى السوبر طبعا. عايزه ايه من اللعيبه خلال الفضل يعني، لو هتوجهي رساله للعيبه تقولي عايزه ربنا إيه؟ يكرمهم ويكسبوا لنا البطولات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يصلح حالهم بس، ويكفيهم شر الاصابات. عشان الاصابات دي على طول على طول اصابات. فربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. برضو عايز اسالك، بتتابعي اوروبا؟ بتتابعي محمد صلاح؟ بتابعه. ايه رايك في محمد؟ شفت الجون اللي جابه؟ انا شفت. انت شفتي؟ ايه رايك؟ شفت. عايزه خالد يبقى كده ولا؟ ربنا يوفقه يا رب. عايزه خالد يبقى زيه كده؟ ربنا يصلح لهم الحال. ولا زي قفشه والشناوي؟ اتمنى طبعا. اتمنى. يعني بصراحة أبو خالد، يعني التقرير ده بالنسبة لي واحد من التقارير المهمة جدا. ربنا يخليك. لأن أنت بتمثلي السيدة المصرية الجميلة في مصر الحقيقة. ربنا يخليك. وشك جميل وكلامك جميل وأنت تستحقي كل الخير الحقيقة. وإحنا بنشكرك النهاردة طبعا على إن إحنا استضفناكي، يعني ده شرف لينا أولا إن أنت تكوني معانا. ودايما الأهلي هو فرحتنا. يعني طبعا كلنا كأهلاوية. أيوة. الاهلي دايما هو فرحتنا. فرحتنا طبعا، والاهلي فوقنا كلنا، فوق الجميع يعني، فوقنا فوق ابنائه. عشان هم بيقعدوا يقولوا ازاي الاهلي فوق الجميع؟ مش لا، الاهلي فوقنا احنا، فوق الجميع، فوق ابنائه. مش فوق حد تاني، احنا فوق النادي الاهلي، بس فوق ولاده بس. واحنا بنتبسط. احنا فخورين بالنادي بتاعنا. طبعا طبعا فخورين. واحنا كمان اللي بيمشي من عندنا في النادي ما بنبقاش زعلانين، لان هو اللي يزعل على نفسه، عشان بيشوف اللي بيحصل له. حتى لو بياخد فلوس كتير. ايوه طبعا. انا اخد جنيه في الاهلي و10 بره، طب ما اهو انا المفروض اخد بطولات، ما ياخدش فلوس. ما حصل اهو مع رمضان ومع عبد الله السعيد ومع غيره ومع غيره.
اسماء كتيره الحقيقه كتير. اخيرا انت مبسوطه النهارده ان انت موجوده؟ يعني مبسوطه على الله يكون عملنا حاجه ولو بسيطه جدا في ان احنا نبسطك خلال رحله من الحياه صعبه جدا انا عارف، ولكن في النهايه انت بتمثلي السيده المصريه المثال لكل سيده مصريه الحقيقه موجوده في مصر خلال هذه الفتره. انا بشكرك جدا. احنا دلوقتي هنقوم نلف على النادي كله، هوريكي التتش، هوريكي اللعيبه بتتمرن فين، هوريكي اللعيبه بتقعد فين، هوريكي اهم المعالم اللي موجوده في النادي الاهلي، ويعني يا رب نكون عملنا حاجه ولو بسيطه معاكي. ربنا يخليك. يعني وانا شرف ليا طبعا ان انا ابقى موجوده في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا ام خالد. ومبسوطه ان انا مع حضرتك، وكان نفسي ابقى مبسوطه اكتر ان انا اشوف الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب ان شاء الله كلنا بنحبه فعلا. طبعا الكابتن الخطيب فعلا يعني اسطوره والله كبيره الاسطوره بتاعتنا طبعا، ربنا يكرمه يا رب ويحفي عنه يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله قريب ان شاء الله تسمعي خبر برضو، نسمعي خبر الله. يفرحك وتزوري النادي الاهلي مره ثانيه والكابتن الخطيب يكون متواجد ان شاء الله. انا بشكرك يا ام خالد، تعبناكي معانا النهارده وجبناكي وضيعنا عليكي اليوم كله، ولكن انا بشكرك جدا واتمنى ان احنا نكون بقول لك لو عملنا حاجه بسيطه جدا معاكي ومع الولاد وتبقي في وسط ناسك كده وفي وسط الاهلاويه كلهم. لا انا رحت النادي الاهلي وشفت أيوة النادي طبعا الاهلي. امال ايه، والله لسه واحد امبارح بيقول لي انا شفت الفيديو بتاعك، هو زملكاوي وانا بنخشه على طول يقول لي هتروحي؟ قلت له هروح. يا شيخ عايزه تشوف الخطيب؟ قلت له طبعا. امال ايه انت تكسبه؟ قلت له ان شاء الله هنكسب. هم عندنا يعني عارفين ان انا متعصبه جدا وبقعد بقى نخشه انا اغشهم، يعني لو مثلا احنا خدنا منهم حاجه وكده بيشوفوني اصلا بيستخبوا. لا والله عشان هم عارفين هعمل فيهم ايه والله العظيم. ربنا يديك الصحة ودايما الأهلي يفضل فوق جميع أبنائه زي ما دايما بنقول وزي ما حضرتك قلتي. ولو عايزة تقولي أي حاجة يعني عايزة توجهي رسالة للجمهور الأهلي، للعيبة الأهلي، للكابتن خطيب، لمجلس الإدارة، أي حاجة يعني اتفضلي حضرتك الكاميرا معاكي، اتفضلي قولي اللي أنت عايزاه. ربنا يخليك. طبعا بشكركم طبعا كلكم وبشكر الكابتن الخطيب، مفيش نصيب إن احنا نشوفه، وربنا يوفق اللعيبة إن شاء الله في اللي جاي، وان شاء الله جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن باذن الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه؟ طبعا جمهور الاهلي دايما مساندنا ومساند الاهلي وفي ظهره على طول. باذن الله. متشكرين جدا يا ام خالد، تعبناكي النهارده وضيعنا لك اليوم، ولكن احنا سعداء بيكي جدا جدا جدا، ويعني دايما مشرفانا ودايما الاهلاويه في كل مكان. الله يخليك. متشكرين جدا يا ام خالد. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين ده مثال بسيط للسيده المصريه الاهلاويه اللي بتجتهد عشان ولادها وعلشان ناسها، وبرضه بتحب ناديها باقصى درجه زي ما حضراتكم شفتوا. هنطلع فاصل وانا هاخد ام خالد دلوقتي وهنلف شويه في النادي الاهلي، وبعد كده نشرب معاها عصير ولا حاجه وان شاء الله ترجع لشغلها، ودايما مشجعي النادي الاهلي يفضلوا دايما موجودين ونحاول نبسطهم على قد ما نقدر. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل.